إذا موضوع شغل يعني. أنا امبارح ما استلم زخير القومي. سمعت إنه أجى زخير بس شو هي الملاحظة والمحطوطة ولا لما ما فيها يعني زخير القومي الشباب. ما بتثبت الموضوع. يا جماعة واحد الأربعة لفوت لجوا عن شكور. يا الله يا شيخ يا شيخ. عم بابي لبيت. أعطوا أعطوا مي أعطوا مي يا شباب. عبد الله. جوا واحد لفوت لجوا تعال حمود. لا أخوي بدي واحد يغابر. واحد يغابر أي واحد يغابر. طلع طلع طلع. ارجع ارجع ارجع. بس يا شباب. لا لا بس كده ما تفكهوا. يلا انت. بسم الله الرحمن الرحيم. هون جامع اسمه جامع الطواشي قريب على منطقة القلعة ومستهدف من قبل قذائف النظام نظام بشار الأسد. ومثل ما انتم شايفين هلا قذائف بشار الأسد على الجوامع أكثر من المدنيين صار يضرب. ما خلى الجامع إلا ما دمره. هون بلاقي قاعد العالم تصلي فيه. هون كان الإمام. كان في مصلين هون. بس لأنه عم يصلوا فيه عم يقولوا فيه الله أكبر ضربوا قذائف هون ضربوا الطيران. فاتوا شوفوا هذا الجامع تقريبا تراث عمره بالألفين سنة. جامع قديم. شو تفرج خلي العرب شوف الإسلام خلي تتفرج خلي تشوف على دين الأصل فيهم على القرآن الكريم. هو الأصل فيه بارك ليش كيف كان العالم تقرأ فيه. هلا مسكر الغبرة عليه. هون كمان هون تخزيز تبع الباب. هذيك المسلمين الله يهديهم ويساعدونا. هو الله بإذن الله نحن ما الله ما نسألين بس بدنا العبد لو كان في شوي ذرة إيمان. هون كمان احنا كانوا يتوضوا المسلمين كمان ضرب قذيفة هاون. هذا هو التراث. هذا تراثنا صار بالأرض. جوامع جامع عمره 2000 سنة راح ولا كأنه في شيء. بس بدنا نقول للعرب بدنا فعل ما بدنا كل يوم اجتماعات كل يوم مؤتمرات. بدنا شيء على 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 أرض الواقع. ليش تبغى
يلا هلا جاي جاي هلا بكل المناطق تعليم يا أبو التعليم قبل ما أروح أيوة عرفت أنا أيوة